انا بابا شريف غني عالتعريف وانا اسمى يا ناس لا بنت شريف ودخلنا بقى في فرض القرارات والسيطره مع حبه تخويف انا بابا يا بنت واديني زعل سوري يا حبيبتي يا ما استحملت بتدوس لي على الوتر الحساس علشان تكسب جوله وخلاص الموضوع بينا ده اكبر من مشكله في اسامي ده صراع داير من عصر رحيل رمسيس الثاني ما هو اي جيل في فرق سنين بينهم هتلاقي دايما عاملين ناهر ونير طبعا عارفين هنحلها فين انا وبنتي مساء الخير النهاردة هنتكلم عن المنافسة ايه رأيك في المنافسة؟ والله أنا مع المنافسة لو هي شريفة يعني ايه شريفة؟ مثلا الواحد يبقى بيتنافس على حاجة بس عشان يكون عنده حافز وما يمنعش ان احنا الاتنين نكون بننجح احنا مع بعض يعني قصدك انه يبقى بينافس اللي قصاده في النجاح على الحاجة دي او على الهدف اللي رايحينه من غير ما يضر اللي جنبه بالظبط كده مش كده؟ ايوه انت عارفة المنافسة دي موجودة في كل المجالات اكيد موجودة في الدراسة موجودة في العمل في الشغل لما يكون في منافسة بين اتنين مش زنب لا مش زنب منافسة في الفن يعني عندنا كمان. مثلا منافسة في الوسط الفني عندنا في ناس انت بتدوري عمالك حايسة كده عايزة بس الورق بتاع الأسئلة وما جبتوش معاكي ليه؟ طب ممكن معاك ممكن تديني الأسئلة بتاعتك؟ أنا؟ أنا بشيلش ورق أنا كله هنا كله هنا هو أنا اللي بليدة وبعدين يعني. حتى لو معايا ورق أنا مش هديهولك ليه؟ عشان في منافسه ما بيني وما بينك علشان طبعا انت عندك فولورز كتير جدا وحبايبك كتير قوي على السوشيال ميديا ايه ده بقى ايوه طبعا ايه المنافسه دي ما انا بحاول لا مش هي دي المنافسه اللي بقول لك عليها مش هي دي المنافسه طب احنا عايزين نحط حد الموضوع ده بيني وما بينك اتفضل موضوع المنافسه ده نحله ازاي انا هجيب لك بقى اللي هيكلمنا على المنافسه مين بقى دكتوره ريم الفقي اخصائي الطب النفسي ورعايه الاطفال اوكي دكتوره ريم اهلا اهلا يا فندم اهلا بحضرتك ازي حضرتك ازيك عامل ايه نورتينا يا فندم ازي حضرتك ازيك يا دكتور عامله ايه شرفتينا اتفضل في وجودي معاك كرسي شكرا انا عايزه بقى اكلمك عن حاجات كده مادام داخلين في موضوع علم النفس فعشان في ناس بتنافس كده بشكل ممكن يضر نفسه ويضر الناس اللي حواليه ف ازاي تبقى منافسه شريفه من غير ما تضر الناس اللي حواليك او المنافسه تبقى بشكل موضوعي هي المنافسه لازم يكون فيها توازن يعني المنافسه لو هي شريفه او صحيه هتبقى بتنفع لو هي منافسه غير صحيه او مضره هتبقى بتضر الانسان دكتوره ريم عايز اعرف ايه الفرق بين المنافسه الشريفه الصحيه والمنافسة الغير شريفة وغير صحية ايه مواصفات دي وايه مواصفات دي المنافسة الصحية ان يكون الشخص بيتنافس مع نفسه ما يكونش بيتنافس مع حد تاني يعني بيكون بيقارن نفسه بشخصه وأدائه بزمان ودلوقتي المنافسة وما يكونش فيها أذى يعني المنافسة اللي هي هيأذي نفسه؟ لا يعني يأذي نفسه يا إما معنوياً يا إما بالضغوط النفسية أو الإحباط ممكن يأذي نفسه إن هو يضغط على نفسه جامد علشان يحقق حاجة تبقى وبيحققهاش لا تبقى غلط. مش موضوع كده يعني مثلا لو لعيب كوره ساعات مثلا بيجي لهم اصابات او حاجه او بيبقوا تعبانين او كده فيبقوا مش عايزين يقولوا المدرب بتاعهم او يضغطوا على نفسهم جامد عشان عايزين ينزلوا يلعبوا فاهم قصدي اللي هو بيبقى منافسه فيها يعني لحد ما هي فهمت البوينت هو الفكره ان الشخص صح هو انت عايز تطلعني غلط وخلاص لا معلش بس احنا جايبين دكتوره متخصصه في الموضوع انت متخصصه برضه نقول للدكتوره ريم تروح يعني لا ما اقدرش طيب اسكتي حاضر فهي المنافسه اللي هي المضره او الغير صحيه بيبقى الشخص بيتنافس بمعايير ناس تانية لأنه لازم يبقى عارف أن ربنا خلق كل واحد بقدرات ومميزات وكل واحد ليه ظروف خاصة وزمن تاني فأنا لما أجي أتنافس مع نفسي بقارن نفسي بزمان ودلوقتي فهبقى بيطور من نفسه وبيبقى حاطط لنفسه أهداف عايز يوصل لها مش أن أنا مثلاً بشوف بقارن نفسي بالناس التانية ووصلوا لفين وعملوا إيه يعني بيبص لغيره وهو مش ما هو مواصفاته مش شبه غيره كل واحد ربنا مميزه بقدرات معينه ومهارات معينه فهو لازم يعرف يستغلها واهم حاجه ان هو ما يأذيش نفسه ولا يأذي الاخرين في طريقه يعني اللي هو مش عشان انا ابقى متقدم عن الناس اقوم اللي هو بتمنى الاذى لغيري او اعطل غيري لا انا اتقدم لنفسي وانا اللي ادور على ازاي انفذ طموحاتي وازاي اطور من نفسي وابقى احسن
الأهل ليهم دور في إنه الطفل يطلع عنده إحساس بالمنافسة، اللي هو المضر أو المؤذي، اللي هي مثلاً مامته تيجي تقول له مثلاً، تقول له إيه؟ شايف ابن خالتك بيطلع الأول وأنت فاشل وأنت بتعملش وأنت مش عارف إيه، يا ريتك كنت طلعت زي مش عارف إيه، عارفة الطريقة بتاعت الموضوع ده، أو إن هي تضغط عليه قوي في إنه يطلع زي ما هي عايزة. ده ما هو الأهالي طبعاً ليهم، الآباء والأمهات ليهم دور كبير في التنافس، وإن هم يعلموا الأطفال إن هو لازم يتنافس بقدراته، ولازم دايماً يحفزوهم. وطبعاً الانتقاد والمقارنة ده حتى بين الأخوات غلط جداً، لأن كلنا مختلفين، فكل واحد ليه قدراته، لازم دايماً نحفزهم. يعني المهم إن احنا نحفزهم على إن هم خدوا خطوة، عملوا مجهود، الإنجاز نفسه إن هم يبقوا سعداء. يعني حتى لو الخطوه اللي خدها او المجهود اللي عمله مش قوي، بس اديله احساس انه برافو، انت عملت حاجه كويسه. يعني لازم دايما نشجع وندعم اللي قدامنا، سواء اصدقائنا او اطفالنا، لازم هو يبقى عارف ان هو دايما اي خطوه بيعملها ايجابيه عشان يحاول تاني، عشان ما يبقاش قدامه بس. طبعا احنا كلنا بنحب نكسب، يعني هو المكسب حلو وكل حاجه، بس النجاح نفسه في ان الواحد يخوض التجربه ويتعلم منها. ويبقى طبعا الواحد المكافأة عادة هي اللي الطريقة اللي بنتعامل بيها مع الأطفال، اللي هو في نظام الثواب والعقاب، positive reinforcement والnegative reinforcement. فاللي هو الثواب يبقى نعم ده سايكولوجي، عشان تعرف ان انا درست شويه سايكولوجي في المدرسه. والله انت قلت ايه بس؟ والله بوزيتيف رينفورسمنت ونيجاتيف رينفورسمنت، اللي هو التشجيع الايجابي والسلبي اللي كانوا بيجربوه على الفار مثلا. وفي البافلوف اللي هو مع الكلب وحاجات كده. البافلوف لما عمل التجربه بتاعت اللمبه والكلب وكده. هو الفكره ان انا عشان احفز السلوك الايجابي لازم دايما بكافئ، حتى يعني مكافئات معنويه او ماديه، يعني اللي هو ايوه برافو كويس شاطر، او لو حتى حاجات بسيطه مثلا كل حين لاخر، اكله لعبه خروجه، يبقى الولد عارف ان هو بيكافئ على ايه. ولما اجي اعاقب بحرم من العقاب، مفيش زعيق، مفيش ضرب، عشان ما يبقاش في عنده خوف برضو، او ما يبقاش عنده خوف من الاب والام، وما يبقاش عنده خوف من الفشل، او مش هنقول فشل يعني ان هو التجربه ما مشيتش مثلا، لان ما ينفعش برضو الاب يجي يقول له انت ما عملتش وما عملتش وما عملتش، او الام يبقى انت عملت بس ما توفقتش مثلا. طبعا كلنا نختار الكلمات. يعني ما يبقى الواحد مش بيحبط اللي قدامه. وفي نفس الوقت طبعا الحاجه اللي بنقولها طبعا الابهات والامهات اللي هي طبعا كانت موجوده اوريدي في الحلقه، ان احنا نلعب رياضه، لان الرياضه بتطلع روح المنافسه الشريفه، وبتطلع الواحد عنده مسؤوليه، ازاي يبقى معاه مثلا لو معاه فريق، او لو حتى لعبه فرديه يبقى عنده مسؤوليه ماتش، يبقى عنده مسؤوليه تمرين، مواعيد انا ملتزم بيها. فده كله بيطور من شخصيه الطفل. بعدين هو في مشكله تانية، ان هو الوقت بتاع الطفوله والمراهقه ده لحد سن 18 سنه هو ده اللي بيتكون فيه شخصيه الطفل. فده خطر، لو احنا فضلنا مش واخدين بالنا من ال 18 سنه الاولين دول، ممكن يؤدي الى اضطرابات في الشخصيه. يعني في عندنا في السايكايتري، في الطب النفسي، حاجه اسمها بيرسوناليتي ديسوردرز. فممكن يعني ترجمي لي. اوكي، بيرسوناليتي ديسوردرز دول هم اضطرابات في الشخصيه، وممكن يبقى فيه كذا عامل. يعني اي عشان الواحد يبقى عنده اي اضطراب نفسي او اضطراب في الشخصيه، بيبقى فيه ثلاث عوامل موجوده: العامل البيئي اللي هي الانفايرمنتال ستريس، حاجه زي ضغوطات وتروماز نفسيه، لان مش كل حد فينا زي يعني زي الطبيعي، ربنا خلقنا زي ما انا عندي حاجه فيزيكال تروما، ممكن احس بالالم في ايدي او في رجلي، كل واحد فينا مختلف. انا ممكن احس بالسايكولوجيكال بين برضو، الضغط النفسي، الم نفسي، بطريقه مختلفه. كل واحد فينا مهم، يعني عشان في ناس كتير قوي بتفتكر اللي هو ايه، ما تتدلعش، ما ده يعني عادي وهتعدي. موضوع المشاكل النفسيه دي بتبقى بالنسبه للناس ما بياخدوهاش بجديه، زي المشاكل اللي هي يعني لو اتعور يا الام تنهار، لكن لو عنده مشكله نفسيه تقول لك يعني ممكن يغير جو ويبقى كويس. بس بيبقى في مشاكل فعلا لازم تتحل بالطب النفسي. طب انا عندي سؤالين. الموضوع ده اصلا سؤالين ورا بعض كده. اوكي، وانا كان عندي سؤال. عندي سؤال؟ ده بس قول حاجه الاول. لما بيكون بقى بين الاخوات وبعضيهم هو البيت، يعني بيبقى التفرقه في المعامله للام، او تحسس تقول له ايه، بص اخوك ده كدخيبه، بص اختك اللي هي البنت عملت كده، وانت ده لازم تقول لنا، تقولي للامهات والابهات ايه على الطريقه دي. والحاجه الثانيه،
ايه السايد افكتس او العوامل الاضرار الجانبيه للموضوع لما انا اضغط عليه كده ممكن يحصل ايه للشخص ده او للطفل ده او للشاب ده على المدى البعيد؟ هو انا لو ماجي الاب والام نقول لهم ايه في حاجه زي دي؟ هو الاب والام يعني احنا نشوف كل واحد فيهم في الاخوات ايه الحاجه اللي بتميزه، ودايما نحاول يعني نحفزها. لو حد مثلا الرسم نوديه لكورسات رسم، مثلا لو حد تاني الموسيقى نوديه كورسات موسيقى، ندعمهم ونخليهم هم الاثنين يشجعوا بعض، اللي هو ايه ده، شوف اخوك هنا ممكن يساعدك في الحته دي عشان هو شاطر، يعني نخليهم مش يغيروا من بعض، يزودوا ثقه بعض، يبقوا سند لبعض. ايوه، مش ان هم يغيروا من بعض. لكن ما ينفعش ان انا اقول له شوف ده بيعمل كذا وانت ما بتعملش كذا، ما هو عنده الملكه دي لكن اخوه ما عندوش الملكه دي. بس ممكن اقول له انت عارف ده بيعمل الحاجه الفلانيه كويس قوي، لو سالته مثلا هيفيدك، فيبقى عنده حتى روح التعاون، ينمي عنده روح التعاون، ان انا ممكن اسال وما اتكسفش. ما هو مهم برضو ان انا ابقى عارف ايه اللي اقدر اعمله وما اقدرش اعمله، وارجع يعني لاخويا اقدر ارجع له، مفيش حد كامل. لكن انا لما الاب والام يقعدوا يضغطوا كتير كده هيخلوا الطفل دايما في دماغه ان انا لازم اخد كل حاجه، لازم ابقى كويس في كل حاجه، لازم فمش بيخلوه يتقبل ذاته او يحب نفسه زي ما هي. دي بيحصل بعديها بقى مشاكل كتيره قوي. الاثار الجانبيه بقى، الاثار الجانبيه اللي هو لو في كره بين الاخين طبعا او بين الاخ والاخت، ما كده طبعا هيبقى في غيره، هنقلل ثقتهم بنفسهم جامد. ممكن نخليهم كمان بيهربوا من المسؤوليه، ان انا دايما لما بخليه عارف ان هو مش هيعمل حاجه يبقى انا كده مش هعملها اصلا، لو يهرب من نشاطات، يهرب يعني. اوحش حاجه بقى ان هي تؤدي الى اعراض نفسيه، اعراض اكتئاب، قلق، مشاكل في النوم، مشاكل في الأكل، مشاكل مثلاً في الدراسة مع المدرسين، مع أصحابنا، مشاكل في التركيز، مشاكل في السلوك برضو. يعني في ناس عندها اضطرابات سلوكي بس السلوك بتاعه مختلف أو مؤذي شوية، فده ساعتها المفروض نلجأ لأن احنا نحاول نعمله زي behavioral therapy، زي ما احنا بنقول ان احنا نشوف ايه المشكلة اللي عنده ونحلها. لو في مشكلة في السلوك نحفز السلوك الكويس، علاج سلوكي يعني. بالظبط. من الحتة بتاعت بس اللي هي نحفز الحاجة الكويسة اللي بيعملها دي، انا كنت سمعت عنها فعايزة برضو اعرف من حضرتك يعني رأيك فيها. مثلا الاطفال لما بيجوا يرسموا مثلا حاجة في السن كمان الصغير قوي، حتى لو الرسمه مش حلوه فعلا وتافهه جدا وما فيهاش اي حاجه خالص، اقعد اقول الله حلوه قوي وكده، سمعت ان ده غلط. يعني ان انا ما اديش مثلا الطفل كريدت على حاجه غير لما تبقى حاجه فعلا حلوه، يعني مش اي هبل يعملوه. يعني هو عارف ان هو يعني ممكن ترسم رسمه حلوه اقول لها حلوه قوي، بس مش اي رسمه ترسمها اقعد اقول لها حلوه قوي وخلاص. وحتى لو مش انا حلوة. من غير دراسه اقدر اقول لك لو الرسمه وحشه اقول له ايه؟ لطيفة. بس لو انت عملت كده وعملت كده، لا اصل في امهات بتبقى شايفه ان هي اي حاجه الله حلوه قوي فظيعه عشان تبقى يقول لك انا بشجعه ان انا عايز اشجعه، عايز ارفع من روحه المعنويه او ازود ثقته في نفسه. فهل ده حقيقي ولا المفروض ايه التعامل في الموضوع؟ هو عامه اي حاجه زياده منها يعني زي ما بيقولوا خير الامور الوسط، الزياده بتضر والقليل قوي بيضر. هي الفكره انا بس برضو ابقى شويه عارف الطفل ده قدراته في سنه قد ايه. يعني في سن 5 سنين زي ما احنا بنقول ممكن الطفل يرسم، بيقولوا درو امان تيست، ده برضو بيقيس المستوى الذكاء بتاع الاطفال. لو انت لو رسم راجل براس وايدين ورجلين يبقى تمام كده، لكن لو هو ما رسمش كده ممكن يبقى متاخر شويه. فانا ابقى عارفه الشخص اللي انا بقيمه ده ما اطلبش اكتر من قدراته كسن حتى. يعني كل واحد بيكتسب كل شويه في المرحله العمريه حاجات، مثلا مهارات في حركيه، مهارات لغويه، مهارات حاجات اللي هي الاكسترا تالنتس، يعني كل واحد بيبقى عنده تالنت معينه. فانا ما بقاش بضغط بزياده، بس ممكن اشجع شويه، بس ابقى عارف يعني ان الحاجه دي هو يقدر يعملها. لو هي حاجه حلوه اوكي، زي ما استاذ شريف قال ان هي لو الرسمه ناقصه منها حاجه اوكي تمام، طب ناقص مش عارفه حتى. بس يعني لو هي صعبه شويه ما انا برضو مش هقول له لا دي وحشه قوي يعني، مش هقبلها. ما تقفلوش يعني، انت بتصدميه. بس حاولي تحسني الموضوع، تقول له هي حلوه يعني مش وحشه، بس ايه لو كنا عملنا الايد دي وعملنا كده عشان دي تبقى قد دي، هو في حد ايده قصيره وحد ايده طويله؟ شفتي ان انا بعرف؟ شفتي؟ فهمتي؟ لا انا ممكن اخش معاك في موضوع طويل جدا. انت دلوقتي تعملي لي كده بقى وبتاع؟ انا بص واثقه من نفسي في السيكولوجي. خلاص احنا نشكر الدكتورة دلوقتي ونفضل بعضينا دلوقتي. ها دكتوره ريم، احنا بنشكرك جدا جدا على اللقاء اللطيف ده. كنا عايزين الموضوع يبقى اكبر من كده طبعا، بس احنا محكومين بالوقت.
عايز تقولي حاجه اسمها؟ لا انا عايزه اقول انا والله فعلا حقيقي محتاجه اتكلم معاكي في حاجات كتير، لانه حبيت طريقتك وبسيطه وسهله، وبجد انا بشكرك ونورتينا جدا. ميرسي، ربنا يخليك. انا اسعد. ميرسي دكتوره ريم. فاصل ونرجع تاني. احنا اتفقنا دلوقتي ان المنافسه موجوده في كل حاجه، في الفن، في المزيكا، بين العائلات وبعضيها. ايه تاني؟ حتى في الحاجه اللي بتجمعنا، اللي هي ايه؟ كره القدم. ايوه، معانا النهارده القطبين. اللي هم مين؟ شوف التقرير. كابتن حازم امام هو شخص خلوق جدا وانا بحبه جدا. اخلاقه العاليه طبعا وليه لمسات كتير قوي في نادي الزمالك ومنتخب مصر. حبه الكريز، المهاره، الابداع، الفكر المختلف. سواء كنت اهلاوي او زملكاوي ما حدش يختلف عليه. نجم الزمالك ومنتخب وقتها وكان احسن لعيب في الزمالك، محترف واحترف بره ورجع هنا مصر. يا سلام يا حازم يا بابا، عملها حازم امام، معجون كوره يا ابني. انا بحب حازم امام جدا وبحب طريقه اللعبه بتاعته وهدومه ولبسه والستايل بتاعه. بحب مهارات حازم امام وزعلت لما اعتزل. كفايه بس ان هو واخد لقب الثعلب، بعيد عن اي حاجه ثانيه. قدوه لكل زملكاوي اصيل. بحب ستايل لبسه ومن الناس اللي مش هتتعود في الكوره تاني. حازم امام جوه جول. يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، جول جميل. الراجل ده يعني رئيس نادي الزمالك المستقبلي. نفسنا المنتخب يستعين بخدماته في الامم، لعيب كبير وهيفرق مع منتخب مصر جدا. احب اشوفه رئيس نادي الزمالك، هنشوف نادي الزمالك في حته تاني خالص. اتمنى له التوفيق ان شاء الله. كابتن عماد متعب لعيب خلوق، حقق انجازات كتيره طبعا، ملك الوقت الضايع. لا، عماد متعب طبعا غني عن التعريف، افضل مهاجم في مصر، صاحب اللحظات الحرجه في النادي الاهلي. وعماد متعب من اللعيبه الكبار قوي، ومن اللعيبه اللي هم شاركوا في الجيل الذهبي بتاع منتخب مصر. فرح ناس كتير جدا في 90 دقيقه. ايه الليله دي يا متعب، ايه الليله دي يا متعب، يا نهار ابيض. انا بحب عماد متعب عشان هو شيك، بينزل الملعب كده بيلعب بروح في النادي الاهلي. انا بحب الستايل بتاعه جدا، كان نفسي يلعب في الاهلي لحد دلوقتي. بص، هو انا زملكاوي بس مش معنى كده انا ما بحبش عماد متعب. خد 3 افريقيا ورا بعض، رمز كبير يعني الحقيقه. هدف الفوز الغالي بمشيئه الله، تسلم لي رجليك وايديك وعينيك يا ابو البنات يا ابو طماره ويا ابو سليم يا عماد يا متعب. طبعا كلنا بنحب الكابتن عماد متعب جدا، بطل ال 90 دقيقه، وزعلانه جدا ان هو اعتزل. في الماتش كان بيبقى عندنا امل ان هو هيكسبنا الماتش ان شاء الله. احنا افتقدناه كتير، ربنا يعني يوفقه في اللي جاي. لا عليك، لا عليك. ايوه صح كده، صح. حازم شريف عامل ايه؟ حبيبي الاخبار؟ مبسوط اني شفتك جدا وانا معاك في البرنامج. ميرسي يا حبيبي. عامل ايه؟ حازم الحمد لله كويس. الحمد لله. اتفضل يا ريس، اتفضل. اتفضل يا فندم. اتفضلوا. منورنا. الله يخليك. طبعا انا عارف ان الجمهور في البيوت في منتهى السعاده دلوقتي. انا في منتهى السعاده دلوقتي. ماليش، ما اعرفش حاجه في الكوره بس الذ والطف اتنين. يعني الناس كلهم بتحبهم يعني الحقيقه. ربنا يخليك. واحنا كمان بنحبك من زمان يعني. ميرسي، ربنا يخليك. شرفين والله. والله ميرسي. دلوقتي احنا بنتكلم عن المنافسه. المنافسه في كل حاجه بيبقى فيها ايجابيات، والناس تقول لك لازم اوصل ولازم اغلب اللي قصادي، سواء في الفن او يعني حتى احنا كفنانين في تنافس بيننا وبين بعضينا في الافلام، في المسلسلات، في الادوار. اشمعنى بقى كوره؟ في الكوره بيبقى الحكايه سخنه قوي، عامله كده ليه؟ عايزين نعرف ليه. لا، تفسير الكوره عشان الكوره يعني فيها متغيرات في 90 دقيقه، ممكن تخش جول، ممكن يجيب جول، الكوره بتضيع، فالناس بتبقى فيها انفعالات اكتر، بيبقى متحمس، بيحب النادي جدا، بيحب اللعيبه، مرتبط باللعيبه، مرتبط بالشكل بتاع النادي، فبيبقى دايما يعني عصبيه، بتبقى فيه تعصب اكتر، بيبقى في حتى بتلاقي وقار، واحد وقور جدا بره، اول ما بيجي ماتش الكوره بتبتدي تحول تماما. صح. الكوره بتاخد الناس جنب بعض، تلاقي واحد متعلم جدا وواحد مثقف، وتلاقي واحد ممكن يكون تعليمه دبلوم، كلهم بنفس الشكل قاعدين جنب بعض، وكلهم نفس الحماس، وكلهم نفس فهي دي ميزه الكوره، ان انت ما فيش مش حته معينه او ناس معينه تقعد مع كل بعض. الاشكال. بالعكس، انا كنت مثلا وانا صغير احب جدا اقعد في الدرجه الثالثه. استمتع بالدرجه الثالثه، العصبيه والاغاني. ايوه، كل الناس كانت بتقولي كده، لما متعة. تروحي الاستاد ما تاخديش مقصوره عادي عشان تحسي بالتشجيع. لا، اسمعي بقى الكومنتس بتطلع من الناس اللي هي عفويه،
بيبقى في طبعا تجاوزات بس حاجات كانت لذيذه يعني. حتى الستات اصلا لما يعني الستات عموما ما لهاش علاقه قوي بالكوره يعني اغلبهم ما لهمش علاقه بالكوره غير بيلعبوا كوره. ازاي اذا كنتوا انتوا دخلتوا تلعبوا كوره؟ لا يعني طبعا طبعا لا انا بتكلم على الجمهور يعني عشان على كلام كابتن حازم انه في 2006 ده كانت كل الستات بتنزل انا شخصيا ما كانش يعني مش احنا كنا مسمين المدرج مدرج مارينا في مدرج مارينا بالنسبه لنا وقت البطوله فجمع يعني. حتى الستات مع يعني بقوا بيتفرجوا اللي هو زمان الست لما يشغل ماتش اللي هو كفايه بقى وبتاع لا ده شاركوا معاهم لا انا بنت عمتي مثلا اللي هي بنت عمتي سخنه جدا وتقف وتشيل وتشد شعرها وتقف واهلاويه جامده يعني كابتن عماد يعني المنافسه برضو عايزين برضو نكمل بقيه كلام كابتن حازم يعني طب المفروض ان المنافسه دي تعمل شكل ايجابي ما دام كل الطبقات بتحبها وكل الثقافات بتحبها لما كابتن حازم قال بيبقى راجل وقور وبيطلع على الوقار وبتاع طب من باب اولى ان الحاجه اللي بتجمعنا وبتلمنا دي نبقى نحافظ عليها يعني مش كده؟ حافظ عليها. طب انت رايك ايه يعني؟ لا انا محرك تماما ان اهم حاجه الاحترام والاخلاق ما حدش يخرج عنها يعني المنافسه حاجه جميله جدا وبتخلي الناس كلها تقرب من بعض وبتخلي الناس كلها عندها حافز ودوافع كبيره جدا جدا ان هي سواء لو موجوده داخل المنافسه دي كلاعيبه كوره او مديرين فنيين او كجمهور بشكل ودي انها تمشي بين الاصحاب بشكل ودي ان احنا يعني ممكن واحد قاعد مع واحد صاحبه وده اهلاوي وده زملكاوي لو انا خسرت النهارده اللي هيخسر النهارده من الاهلي والزمالك هو اللي هيعزمنا تمشي بشكل ايوه بالظبط الموضوع بالزبط. وصل بقى صعب جدا وصل لمرحله دلوقتي ليه بقى ما انا اللي عايز اعرفه ايه اللي حصل في الكوره حصل يعني انا من وانا صغير من زمان القعده قدام التلفزيون الابيض واسود ايام بقى كابتن حماده امام وبقى وعمر النور وكابتن حسن شحاته وابراهيم عبد الصمد وانا فاكر الاسماء دي كويس انا مش مصدقها لانه اسامي اسمها اول مره لا انه هو كمان عارفها لا عارف ايه احنا بص انا ساكن في الروضه بحب الكوره شفتها طبعا جدا كروي يعني بس ايه انا شايف ان الكوره دي حاجه المفروض تلمنا مش تفرق انترتينمنت بالظبط بتهيألي ان في ناس نطت جوه الحكايه بتلعب في الحته دي عشان تفرق الناس عن بعضيها السوشيال ميديا انا شايف ان ليها دور كبير جدا 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 في قصه التعصب او قصه الاثاره زيادة يعني بالظبط يعني دي بقتش اثاره دي بقت يعني خناقات الاثاره بتوصل لخناقات الكلمه انا بقول كلمه بتبقى مستفزه او كلمه بتبقى صعبه جدا لو قلتها على الزمالك فاللي بيدافع عن نادي الزمالك بيتعصب فبيرد عليا يعني الموضوع بيبقى وصل لمرحله ان الناس بترد على بعض عن طريق السوشيال ميديا فبيوصلوا للاستاد هم اوريدي متعصبين لكن هم وصلوا ان كابتن محمد صلاح نزل تويتر زعلان من الإهانات اللي بتحصل يقول لك يعني احنا بقينا مستنيين مين هيتشتم بكره يعني وصلوا الحكايه مفيش حد هيتشتمش يعني هي نظريه زي ما قال عماد السوشيال ميديا هي مشكله السوشيال ميديا فيها حاجات طبعا ايجابيه كتير جدا ان هي بتوصل المعلومه بسرعه وتوصل للناس بسرعه بس هي مشكله السوشيال ميديا ان مثلا لو احنا كنا زمان خمسه اصحاب في واحد فينا العصبي جدا وفي العادي العصبي ده ممكن ما يبقاش لما يجي يقول راي متطرف شويه في الكوره ما يلاقيش حواليه الناس حواليه بنفس دماغه أيوه. لكن على السوشيال ميديا هيلاقي في ناس تجيبه من اليمين من الشمال من الشرق بيجيله نفس الدماغ فيتجمعوا يعملوا شكل مختلف عن التشجيع الطبيعي يجي يدي كلمه مثلا يشتم حد ممكن في واحنا قاعدين خمس ستة ما تلاقيش حد او مثلا اتقفلت علينا وخلاص وروحنا لكن في السوشيال ميديا بيشتم يلاقي واحد داخل يشتم معاه فيلاقي الناس بقت عملت مساحه من الكراهيه او من الساحه من التطرف شويه في, ما يصحش في التفكير موضوع فكره ان البيجز بتاعت الانديه كل واحد كل ما هياجم الفريق التاني اكتر كل ما هاخد ترافيك اكتر كل ما هيبقى عندي ممبرز اكتر دي برضو عملت عند ان هم كلهم ولاد صغيرين هم بيحبوا ناديهم وكل حاجه بالظبط بس لما بيلاقي ترافيك كتير على البيج بتاعته لما يلاقي بيستغل ده حتى في الفن بيبقى مبسوط فبيبتدي يخش ان يلاقي ان الموضوع ده هو اللي بيجيب هو اللي بيخلي الناس تشتغل هي نخش تخلي الناس فدماغ الناس بيكمل فيها الحاجه بقى اللي هي من وجهه نظري هي الخطيره شويه ايوه ان احنا زمان او عامه يعني كان دايما الكبير هو اللي سايق دلوقتي الكبير بقى يبص الصغير اللي هو ماسك البيج ده بيفكر ازاي وعايز يمشي على دماغه فهي دي المشكله بقى الكبير ان انت تلاقي ناس مسؤولين او ناس بتشدهم كبار او لعيبه بيبقى دماغه مع الناس اللي هم الولاد الصغيرين اللي هو ما لعبش كوره او هو بالنسبه له النادي بتاعه بس لازم يكسب فبتلاقي بقى الناس بتشارك في اللعبه نفسها او في الكوره يعني بياخد دماغهم بالحاجات دي ان هو ينزل حاجه تخلي برضه تزود التعصب بشكل كبير عشان ترافيك عشان يلم ناس كتير حواليه عشان يعمل بيج بتاعته تكبر عشان يقول للناس انا
كان زملكاوي قوي او اهلاوي قوي، الموضوع بقى اوفر بصراحه، بقى موضوع سخيف، وعمرك ما هتلاقي لعيب عنده الحته دي زياده عنده. بالعكس كلنا لما بنلعبنا كوره بنبقى قليلين، يعني تعصبنا بيقل شويه. يعني ما اعرفش طبعا عماد عامل ازاي، بس صح صح يعني تلعب كوره وممارسه كده، عارف عماد عامل ازاي؟ لا انا هادي، انا لا لا انا يعني أنا شخصيه هاديه جدا، وحققوا حاجات مش هتلاقيهم دايما في السوشيال ميديا بشتيمه او بالزبط. او ان هو اكتف بشكل متطرف، يعني هتلاقي بيتكلم في كوره، بيتكلم في حاجات ان هو بيحب الكوره، عايزنا نبقى تو انترتين، يعني مش ان انت رايح تبقى حرب يعني. مظبوط، يعني الترفيه مش بالظبط. واللعيب كمان بيبقى عقلاني شويه، اللعيب عشان هو في الحدث نفسه في اللعبه، احنا كلنا اصحاب يعني. صح. اللي عايز الناس تفهمه، ايوه والجمهور ايوه بقى يفهمه، ده مهم جدا جدا. الناس أيوة. لازم تفهم ان احنا في الاخر اصحاب، احنا في الملعب في تنافس شريف داخل الملعب، بره الملعب احنا اصحاب، بنتكلم مع بعض وبنسال على بعض، وفي ناس من نادي الزمالك اقرب اصحاب للناس في النادي الاهلي، والعكس صحيح. يعني ده موجود في الكوره، احنا الفكره كلها ان الناس لازم تفهم ان الكره ما هي الا 90 دقيقه، خلص الماتش، انتهى الحدث. مزبوط. احنا نفسنا كده لما بنلعب، انا بلعب النهارده، خلصت المباراه، كسبت خسرت خلاص، مجرد المباراه انتهت خلصت بالنسبه لي، بفكر في اللي بعد كده. يعني انا مش موافق على كلمه روح الفانيلا، انا موافق، انا عايز روح الرياضيه. ايوه روح الرياضية. الروح اللي بتجمع الناس مع بعضيها، الروح اللي بتخلي الناس تتلم. انا عايز اقول لكم، انا بس مش عايز ناس بطر، معنى كلمه روح الفانيلا هي الفكره كلها ان انا انتمي للنادي اللي انا بلعب بيه، ده شيء طبيعي، بس هي دي الفكره يعني، عشان الامور تبقى. انا فاهم انا قصدي ايه، ما كل واحد لازم يبقى منتمي للناديه ونامي منتمي للفانيلا بتاعته كل حاجه. بالزبط. انما انا اقصد فين بقى الروح الرياضيه اللي بتغطي ده كله؟ ده في البوكس بيضربوا بعض وبيعوروا بعض بعدين ياخدوا بعض في الحضن في الاخر واصحاب في النهايه. صح صح. هي النظريه يعني، احنا دايما ساعات عندنا بناخد الجانب واحد من الموضوع، يعني دايما اي حد يقول لك بص اوروبا بتعمل ايه، بص الناس بتعمل، بص بره، لما يجي مثلا في الملاعب عندنا يقول لك بص الملاعب في اوروبا عامله ازاي، بيجي يقول لك على اللعيبه بص اللعيبه في اوروبا عامله ازاي. طب بص عامله ازاي؟ لا يعني كويسين. ليه؟ طب ما هو انا مش ناسي هجعلك. مثلا لسه هرجع لك الدين زيدان، لسه هرجع لك لحاجه، ضرب واحد بالدماغ في صدره استفزه. بس مثلا ايه اللي انا بتكلم فيه، ان انت بتلاقي فرقتين مثلا ريال مدريد وبرشلونه، تشيلسي ومانشستر، فرقتين جامدين وبيلعبوا على بطوله مهمه جدا، كانت تشامبيونز ليج او بريمير ليج او الليجا، وماتش طحن يعني برشلونه وريال مدريد، بس أي. بعد الماتش ما بيخلص حبايب الاثنين بيسلموا على بعض، وتلاقي جوه مشرحين بعض في الماتش، بس الاثنين بيسلموا على بعض الجمهورين. يعني رحت كذا ماتش كلاسيكو برشلونه وريال مدريد، بيطلعوا الماتش عادي يعني، ما فيش حد بقى يقعد قاعد ساعتين جوه والناس تمشي لوحدها، لا بيطلعوا ده خلاص. الجمهور ولا بالنسبه للعيبه والثقافه كمان، هو بتسلم بعد بص يكونوا ضاربين بعض، وميسي ده متشرح وراموس داخل فيه وبتاع، بعد الماتش بيسلموا على بعض وقاعد دماغ بعض وبتاع، ويخشوا اوضه الجمهور نفسه. يعني بص دول اكبر بقى قاعده جماهير في العالم، ريال مدريد وبرشلونه، كل العالم بيشجع ريال مدريد وبرشلونه، بلس اي فرقه بقى محليه بيشجعها. فمستوى يعني التعصب والعصبيه كتير والجمهور كتير. الماتش بيخلص خلاص، بتمشي في الشارع تلاقي الناس ماشيه مع بعض، لابس برشلونه مع ريال مدريد. احنا كنا كده زمان على فكره، يعني زمان انا كنت بروح ماتشات الزمالك واصحابي اهلاويه، روح احنا اول نروح على الاستاد، روحنا داخل يمين وهم يخشوا شمال، وبعد الماتش بنتقابل. اي نعم بقى انا كسبت، هقعد اغيظه شويه واقعد انكد عليه شويه، هو كسب بقى انا بروح لوحدي مش عايز اروح معاه. بس في الحدود، بس يعني في حدود يعني، وخلاص الموضوع خلص. لكن دلوقتي السوشيال ميديا بقت متزود الموضوع بشكل كبير، يعني تلعب 90 دقيقه بتقعد 3 4 ايام على 90 دقيقه دي ماسك الفرقه بقى اللي خسرت او اللي كسبت بشكل مبالغ فيه بشكل كبير كده، فلازم يعني نهدى شوية الموضوع يعني. السوشيال ميديا انا المرة دي معايا، بس انا ما اقدرش اتكلم، لان الكورة دي من اكتر الحاجات واللحظات الحلوة اللي بحبها، وبحب اشوف البلد كده وهي مجتمع على حاجة، ولما بنكسب بتبقى حاجة عظيمة بالنسبة لي. انا بس عايز اقول حاجة قبل ما نطلع فاصل، انه كفاية بس قعدتهم مع بعض، انا نفسي بس الناس تفهم ان هم بيبقوا صحاب، وان الدنيا بعد الماتش فعلا هو 90 دقيقه، والناس بعد كده بتتلم وبيبقوا لطاف مع بعض، فمفيش داعي بقى انتوا تعملوا بقى فتنه، احنا كده الدنيا لطيفه. انا عايز اقول حاجه بس برضه قبل ما نطلع فاصل، ان انا كانت امنيه من امنيات حياتي ان العب مع كابتن حازم امام. يعني الناس والله ما بهزرش، الناس لازم تفهم يعني بوظتي الاعداد. انا كنت هقول لك الموضوع ده، لا دي امنيه من امنيات حياتي. ان انا شيء تشكر عليه يعني. لا خالص، مش انا ده يعني قيمه وقامه في الكره المصريه كبيره جدا، مش انا هتكلم على كابتن حازم امام، لكن الفكره كلها كمهاجم مش هلاقي احسن واحرف وامتع من كابتن حازم امام ان انا يكون هو اللي بيوصلني للمرمى. فالناس لازم تفهم ان دي العلاقه اللي بيننا، ده اللي موجود يعني.
تالي بعد الكلام اللي اتقال ده خلاص كده نقعد كده نروق شويه. طبعا هنرجع لكم تاني بس ايه استطعموا الكلام شويه وشوفوا الناس دول بيقولوا ايه. هم فريقين مختلفين وواحد بيقول كان نفسي العب زيه. احترام، في احترام بينهم، في حاجه جميله تجمعهم. نشوفكم بعد الفصل. ورجعنا لكم تاني ولسه بنتكلم على المنافسة. في حد كنتوا بتتنافسوا معاه وبعدين أصبحتوا أصحاب بعد كده؟ أنا يمكن أنا عندي موقف هو طريف، يمكن كابتن محمد بركات ده يعني حبيبي، ويمكن كنت بقى من كتر ما أنا بركات كان بيلعب في الإسماعيلي وكان بيسجل أهداف كتير جداً في النادي الأهلي، فكان الموضوع معصبني لأن أهلاوي وبحب النادي الأهلي. يمكن بركات أول ما جه النادي الأهلي تعاقد معاه في النادي الأهلي، دخلت كان هو في الجيم وانا كنت مصاب مش عايز اسلم عليه والله يعني لا يعني سلمت عليه ازيك يا اخبارك وخلاص خلص الموضوع. بركات بقى من اكتر واقرب الناس ليا في فعلا في الكوره، في الكوره سواء احنا بنلعب وبعد ما بطلنا. الفكره كلها ان احنا ما نحكمش على الناس او ما نبقاش هو بناخد موقف بالظبط ده اللي احنا بنتكلم عليه، ما ناخدش موقف من حد عشان الكوره بس. هي دي النقطه كلها انه شخصيه جميله جدا 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 من انضف الشخصيات اللي انا اتعاملت معاها في حياتي. صح. هو محمد بركاتي. تمام. صح. كابتن حازم انا يمكن كنت بلعب دايما مهاجم ناحيه زي عماد كده، فكان بيلعب علينا زمان، كنت بلعب على محمد يوسف، كابتن محمد يوسف اللي هو من دلوقتي ماسك النادي الاهلي. محمد يوسف وهو زمان وشه متجهم الوجه، يعني يوسف اللي ما يعرفوش بيقول عليه غلس جدا جدا، هو ماتش بيبقى سيريس جدا ومكشر. فكنت بلعب عليه ماتش كده، اول ماتش لعبته اهلي وزمالك، فكنت بلعب ناحيته، هو كان ثيرد باك وانا لعبت راس حربه، فكان بيلعب عليا. فيوسف لعيب كوره يعني، كل انا بجري مثلا المدافع او المهاجم لما بيضغط على مدافع دايما المدافع يطفش الكوره يعني بيقلق، فبيروح عاملها. يوسف غلس يعني ايه، لا بيلعب كوره يقعد يجري ياخدك لنص الملعب وانت بتضطر تمشي معاه، فغلس جدا مش معاه، اقول له يوسف خلاص، وبعدين يخش فيك هو وشه قافش. فانا ما كنتش عارفه اساسا يعني، هو اكبر مني في السن، فلغايه لما رحنا المنتخب فانا مدي يعني الامبريشن على معايا ان هو يوسف ده يعني مش لذيذ خالص يعني، لا لعيب لذيذ ولا في وشكله غلس يعني. وبعدين لما اتعاملت معاه في المنتخب وقعدنا في اوضه واحده وبتاع، لقيته لا حاجه يعني اخف دم في مصر يعني، حاجه مش طبيعيه، جميل، شخصيه طيبه جدا. فالواحد عارف ساعات بيبقى واخد كده بالشكل بالشغل، كده تخش مثلا مكتب على حد تلاقيه غلس، بس ما تشوفه بره في الحياه العاديه تلاقيه فاكك معاك يعني. فيوسف كان من اللعيبه اللي تشوفها في الملعب تقول ده ما بيعرفش يهزر، وكنتش احب العب معاه يعني، دايما نخش في بعض جامد. بس حبيبي يعني بعد كده، وواحد حاجة مختلفة تماما عن الشكل اللي هو بيديه للناس، اللي هو الشغل بتاعك يعني، اللي هو اللي انت قوي وخصوصا هو مدافع يعني. أيوه. فده دايما ده يعني عارف بيبان يعني، عماد طيب راس حربة وكان غلس ويجيب اجوان فينا على طول وبتاع وجامد جدا، بس عماد ما شخصيته باينة ان هو يعني طيب وكده، مد انطباع فينا. في لعيبة بيبقى وشها بيدي انطباع وشكلها في الملعب انطباع، وبعدين تطلع حاجه تانية خالص يعني، مهما يخش بالمظهر. لا مدحت عبد عندنا مثلا كان مدافع قوي جدا وشكله عنيف جدا وتخاف منه يعني، لما تلعبش معاه في الفرقه تخاف منه كتير، بس على المستوى الشخصي لذيذ جدا يعني، وقعدته حلوه وطيب وطيب جدا، والناس بتبقى جامده دي تبقى في الاخر طيبه جدا يعني. فدايما ما كناش يعني الامبريشن الاولاني ده ما بيدومش زي ما بيقولوا يعني. طب في مدافع مثلا جه قال لحضرتك مثلا في لعبه او كده قال لك خف عليا شويه؟ كتير طبعا، اكيد اتكلم عليك كتير. بتحصل طبعا، بتحصل والله حصل. لا طبعا بتحصل. اصل انا دايما ابقى ايه وانا بتفرج على الماتش كممثل بقى، ببقى نفسي اعرف ايه الحوارات اللي بتدور جوه الملعب. يعني افرض الكوره دلوقتي في النص الثاني من الملعب، في ناس الناحيه دي، ايه اللي بيحصل بينهم؟ في ساعات في حاجات بتتحكي وحاجات ما بتتحكيش. لا طبعا اكيد حاجات ما بتتحكيش انا متاكد. انما في طريقه انك انت تهز اعصاب اللي قصادك وانت بتلعب معاه بنظره بكلمه، يبقى واقف جنبك وتقول له ايه؟ ارجع ارجع ارجع، او مثلا ايه؟ ولا هتاخدها. حاجات كده يعني، يعني انا ما اعرفش ممكن يكون بيتقال ايه، بس بيبقى فيه طبعا فيه اكيد، لانه احنا كفنانين يعني فيه، هو على حسب يعني، في نوعيه لعيبه هي بتختلف من لعيب لعيب. انا بطبعي ما ببدأش انا يمكن هدوئي صبور انت بالظبط، ان انا عندي صبر، عن صبر غير طبيعي يعني، فممكن يعصب اكتر.
ايوه طبعا ممكن ينرفزه اكتر. وانا كنت بتعامل بالمبدا ده، ما بروحش الاحتكاك غير لو حد يعني تطاول عليا في الملعب او حصل منه حاجه خارجه، هو الوقت المرحله دي اللي ممكن اتعصب فيها، غير كده لا انا شخصيه هاديه جدا، ببقى مش فاعل رد فعل. بس بيحصل طبعا، بيحصل انا يمكن حصلت لي كذا مره، بس انا كنت يعني ما احبش دايما استفز اللي قدامي ان هيستفز. انا مش شايف ان انت ممكن تستفز حد. اه ولا انا يعني صراحه يعني لا في اللعبه انت بتطلع من شعورك لو حد يعني قاعد، بس في ناس بتشتم وفي ناس بتتجاوز. بس انا مثلا لو لقيت حد ايه جامد قوي من اول كوره كده وداخل عنيف وداخل جامد، فبعد خمس دقايق كده راح رايح له اقول له على فكره احنا بنتكلم عليك في النادي كويس و... يعني حتى فيها احترام بيقول له الكابتن كان لسه بيتكلم جوه عليك ان انت ممكن تبقى معانا السنه الجايه وماشي كويس وبمصين عليك ومركزين معاك، فالولد ابتدي ايه يفك شويه ابتدي يهدى شويه. استراتيجيه دي طريقه فيها سيكولوجيه، لسه بيتكلم عليك جوه ان انت ماشي كويس وهايل وبتاع، فيبتدي ايه الولد بقى يفك خالص يعني، فما يبقى ايه ما يخش عليا يعني، يبتدي ايه يلمس معايا عشان ايه ما اتضايقش منه يعني. ايوه فبحب يعني ما احبش اخش في حته. لا انت دبلوماسي، واضح انك دبلوماسي وبتعرف تكسب اللي قدامك. بعدين احنا عندنا مشكله، احنا كمهاجمين انا اللي بتضرب طول الوقت، ما عنديش فرصه ان اضرب حد، انا هو على طول في ظهري. فانا لو انا يعني الكلام اللي بيدور يعني العب جامد زي ما انت عايز تلعب وخاف على فرقتك وخاف على شكلك، بس ما تاذنيش، ما يبقاش في مجال للاذى. في ناس مؤذيه. انا برضه ساعات افكر في الموضوع، يعني انت دلوقتي لما يكون في لاعب قصاد لاعب ويتعمد تكسره دي انا هديها مستقبله. بالظبط. طب انت احساسك ايه بعد ما تخرج بقى والماتش يخلص؟ هتحس بايه؟ بتهيألي دي بقى المنافسه الغير شريفه. دي بقى المشكله بقى. اذى. في ناس بتتعمد، يعني في مدافعين بيبقى فاكر ان هو لما يلعب على المهاجم بقوه المهاجم هيخاف. فهو يعني في فكر اخوفه ادخل فيه جامد واقول كوره ما تجيش تاني هنا خليه يبعد عنك. ده فكر موجود. ايوه بس راموس الحاجات اللي انا عارفاها من السوشيال ميديا يعني انا اسف موضوع راموس والحاجات دي وصلاح. مش عشان موضوع صلاح بس، يعني انا ما بحبوش في الماتشات كلها، انا بحس ان هم منزلينه عشان ده اللي بيخوفوا بيه المهاجمين. لانه فعلا ناشف قوي فيلن مع صفقه طريقه لعبه، عشان الفرق بين القوه في الملعب وده مطلوب ومشروع والاذى. الاذى انك مؤذي. مؤذي في مين صراحه هو مؤذي؟ راموس مؤذي. انتوا كمان راموس راموس مؤذي. يا راموس انت مؤذي. بس العيب لا بس العيب مدافع مدافع قوي جدا راجل في الملعب يا بيه، ده من نوعيه اللعيبه اللي تصرف. هو دخل على صلاح يمكن بقوه شويه. انا مش بتكلم على صلاح بس، لا بس هو لعيب اصل هم جابوا له مقاطع كتير قوي بقى عشان بس مش صلاح بعد يعني صلاح. لا هي الفكره كلها في تدخل بيبان العنف فيه، يعني ان انا اشد واحد من دراعه ويقع او ازقه، غير التدخل في تاكلينج ممكن في الركبه او في الانكل يبين. ما انا طبعا في مواقف، لكن راموس هو لعيب طريقه لعبه عنيفة مع ميسي بيقعد يخبط. عنيفة هو لعيب وصل للمرحله ان بيبقوا الناس خايفين منه وهم داخلين عليه، بيبقى قلقانين منه برضه، بيبقى قلقان على رجله مستقبله بس في حياته. مازال مصنف من احسن المدافعين اللي موجودين في العالم. اكيد خايفين منه. مفيش شك يعني، مش حاجه زي دي. انا كنت عايز بس ارجع لحاجه كده كنت عايز اقول لكم عليها، لاني بفتكرها وانا صغير، لان دي من الذكريات الحلوه في حياتي. يعني احنا ايام الابيض واسود كان عندنا تلفزيون صغير، وكان ابويا يحب يلم كل العيال بتوع الحته الصغيرين كلهم وبتاع، ويقعدوا على الارض كده وهو قاعد وانا قاعد معاهم بنتفرج على ماتش مثلا الاهلي والزمالك. طبعا كان في ترسانه واولمبي وكان في لعيبه جامدين يعني وفرق جامده قوي، بس طبعا الاهلي والزمالك كان ليهم طعم خاص. العصبيه موجوده او السخونه، مش عايز اقول عصبيه، السخونه والتشجيع وكل حاجه، والعيال بتبقى بتقف وبتزعل وبتاع، بس بعد كده الموضوع بينتهي فعلا. يعني حتى اللي بيتفرجوا جوه الماتش بيطلعوا فعلا زي ما انت قلت، اللي خسران بيعزم اصحابه على عزومه حاجه صح. والموضوع انتهى لدرجه انه صباح عملت اغنيه اللي هي بتاعت بين الاهلي والزمالك محتاره والله. فيعني ايه، انا اقصد انه مش مطلوب مننا ان احنا نبقى بنعادي بعض، لانه زي ما الكباتن قالوا ده 90 في 90 دقيقه خلص الموضوع، وهم بينهم وبين بعضيهم في محبة وفي عشرة وفي كده يعني. فأتمنى إن ما تخلوش حد يخش بينا ينغبش ويخلينا نفترق عن بعض. أهلي وزمالك حبايب، اللعيبة حبايب. بصوا على الصورة اللي قدامكم دلوقتي هتعرفوا يعني إيه، هي دي الروح اللي موجودة. والله شيء مفرح اللي كانت موجودة، ودي الناس اللي كانت
اللي انتوا بتحبوهم اللي بيدربوا واللي بيجمعوا اللعيبه مع بعض، دي كانت الروح بينهم يا جماعه. والشباب بتوع دلوقتي برضو نفس الروح موجوده بينهم. بعدين طب بقول لك ايه، قولي سمعنا مزيكا بقى، لازم نسمع الكباتن حاجه حلوه كده. صبري عليك طال. صار يجري
الفينال شويه، انا اسف عشان مش حافظها كويس، معلش معلش. ميرسي جدا جدا. ورجعنا تاني وبرضو بنتكلم مع المنافسة. وعماد عايز أسألك، دايماً المنافسة في الكورة دي بتبقى أكتر حاجة محطوط عليها سبوت، برة ده بقى لما تلعبوا ستيشن تلعبوا مع بعض برضو بيبقى فيه روح المنافسة الجامدة دي اللي زي في الكورة، ولا الموضوع بيبقى أهدى شوية؟ لا أنا يعني يمكن أنا طبعي ما بحبش الخسارة، يعني ممكن أخسر طبعاً والخسارة واردة في كل حاجة، لكن أبقى عملت كل اللي أقدر عليه في الاخر أصدق. نتيجه بتاعت ربنا يعني. بس لازم اتعودت على حاجه في النادي الاهلي طول عمري من مراحل الناشئين لحد ما بطلت كوره، ان انا افضل ادي اللي عليا وانفذ اللي مطلوب مني بكل قوتي عشان اخرج من الملعب مرتاح، انا راضي عن نفسي. راضي ان انا ما قصرتش، كسبت بقى خسرت النتيجه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، فده خلى عندي المنافسه بره، ما بقتش احب الخساره. حتى لو احنا بنلعب تقسيم في التدريبات ما بحبش اخسر خالص، ما بحبش اخسر خالص، بلعب ان انا عايز اكسب، بلعب على المكسب طول الوقت. خسرت خلاص الموضوع انتهى. لكن سخن قوي كل لعيبه الكوره معظمهم كده بيجي يلعب خماسي ولا حاجه مش عايز يخسر طبعا. اولا اسمك بيبقى انت في الخماسي انت جامد يعني مفروض، فمش هتلعب مع هواه يكسبوك يعني طبعا وحشه حقك يعني. بس ده ماتش ممتع قوي بينكم وبين بعض. انا طول عمري بحب العب مع اصحابي وكده يعني بره. انا نفسي مره بقى تقولوا لي مره كده اروح اتفرج على ماتش زي ده. اتفرج على سكرتك هتقول لهم اجي معاك والعب ولا حاجه، مش هتقول دي مشكله. انا لعبت، دي هتبقى مشكله. انا لعبت في ماتش اعتزال كابتن جمال عبد الحميد. لا والله. اه والله. والملعب ده بالنسبه لك لما نزلت الملعب واسع كده ايه ده؟ ده انا اتخضيت خضه. ايوه صح. ده انا لما شفت الجول ده يا جماعه ده شارع كبير. يعني انا بجد يبان قدام الناس على التلفزيون انه ما جتش كده ليه؟ تقدر تجي لا انزلوا بصوا يا جماعه ده ملعب تاني. واحنا بالنسبه لنا كمهاجمين حاجه قد كده. ايوه يعني انا كمهاجم هو جون صغير جدا والحارس المرمى الجون كبير. لا ده حاجه مش ايوه بالظبط. وبعدين ما كنتش فاهم بقى الاوف سايد، ما كنتش بفهمه. فواقف قدام الواحد فيقول لي اطلع عشان الاوف سايد. يعني ايه؟ طب اعمل ايه؟ طب انا اعمل ايه؟ انا لازم الكره تيجي اجري، انا ما عنديش مشكله يعني. مش قادر اصدقك وانت بتلعب. لا انا كنت بلعب كره. طب في اي فيديو للموضوع ده عشان انزله؟ بتضحك على بوكي؟ على اليوتيوب بقى. انت بتضحك على بوكي؟ انت مش فاهم. ده استنى يا كباتن لما مش فاهم ايه؟ انت شفتيني بلعب كره قبل كده؟ يعني ايه اعمل ايه؟ اروح البسك دلوقتي شورت والعب معاهم اوريك انا بلعب معاهم ازاي؟ طيب هو خلاص هعمل لك ايه؟ بس احنا عملناه على فكره، عملنا منتخب التجمع وكان امير كراره وحسام غالي وزيدان. ايوه بس دول بيعرفوا يلعبوا يعني احمد السقا اكيد. يعني ايه دول بيعرفوا يلعبوا؟ خلاص خلينا بقى خلي الطبق مستور. كابتن حازم يرد على نفس الموضوع في موضوع المنافسه بتاعت اللي في الكوره دي بره برضو حضرتك بتحس بنفس البلاي ستيشن والحاجات اي حاجه عموما بره بس بص انا بلعب بره مع اصحابي فطبعا انا واصحابي بيبقى الامور مختلفه. انت بتلعبي في النادي مع زمايلك في النادي الموضوع ان بتلعبي بروفيشنال وبتاع ده هزار بقى مع اصحابك فانت مش عايزه برضو صاحبك يكسبك بتقعدوا قاعده معاه اكتر فالموضوع بيبقى سخن اكتر بيبقى غلس شويه اكتر لما بيكسب حد منا بنزل لبعض اكتر. وموضوع البلاي ستيشن يعني ده برضو اكيد شفتوا الكاركترز بتاعتكم على البلاي ستيشن ايه احساسكم دي حاجه لذيذه قوي. كنا بنلعب بلاي ستيشن يعني كنا دايما في المعسكرات بتبقى معانا لان بتقعدي كتير في المعسكر بيبقى عندك وقت كتير قاعده في الاوضه فبدل ما بتقعدي تلعبي فدايما بقى تلاقي الاوضه اللي فيها بلاي ستيشن كله شغال فيها يعني لغايه دلوقتي فلا لذيذه يعني حلوه. انا بحب الحاجات اللي هي تطلعك من المود شويه بس في نفس الوقت تخليكي موجوده في الـ في الـ طب في انا عندي يعني. سؤال كابتن حازم انا عارف انك كنت عايز تلعب في الاهلي وكابتن حماده امام لا ما كنتش عايز العب ده خلص عليا خالص صعب كده صعب الاهلي كان عايزني وانا صغير طيب انا اسف ده فرق شاسع يعني سامحني على يا جماعه قلت لكم الاهلي كان عايزك سوري شوف الجمله ده حكيتهم قوي لا اصل دي حاجه ثانيه خالص انا بلعب كوره كويس 180 درجه انا بلعب كوره كويس بص السؤال هيبقى ازاي انا عارف الاهلي كان عايزك صح كده وكابتن حماده امام ما وافقش لا مش ما وافقش هو الناس سالت في كنت بلعب في نادي الصيد ساعتها ايوه فكنا بنلعب قدام الاهلي ماتش ودي تمام فبعد الماتش كان كابتن ابراهيم عبد الصمد اللي حضرتك لسه ذاكر اسمه دلوقتي كان هو المدير الفني فراح كان عندنا مدرب اسمه كابتن مصطفى ابو جبل الله يرحمه في نادي الصيد قال له الولد نمره كذا ده عايزينه فقال له مين فقال له نمره كذا ده الولد كنت مش عارف بقى لابس كام يعني ساعتها فقال له انت عارف ده ابن مين؟ قال له لا قال له ده اسمه حازم حماده امام قال له طيب سلام عليكم خلاص يا موضوع خلص من اولها يعني من ساعتها يعني كابتن ابراهيم هو اول واحد يمكن شافني وانا بلعب
يعني كنا صغيرين يعني كان عندي 12 سنه ولا حاجه يعني. انت عارف كابتن ابراهيم عبد الصمد كنت بشوفه فين؟ انا كنت ساكن في الروضه وكان في عندنا شارع متسفلت جديد، وكان في واحد عندنا في الروضه ربنا بقى يديه الصحه او ربنا يرحمه لو كانش موجود اسمه الحاج. كانوا اللعيبه كلهم كانوا اصحابه، فكان كابتن ابراهيم عبد الصمد كان بيجي يلعب في الشارع بكره السفنج وهو كان محترف يعني الاهلي، كان بيلعب في الاهلي محترف محترف ومعروف يعني، بس كان بيجي يلعب كوره كل يوم جمعه في الشارع، وكان الروضه كلها بتتلم تتفرج وكان احساس بيبقى لطيف جدا جدا طبعا. كابتن عماد، طب حصل العكس معاك؟ كنت هتلعب في نادي تاني غير ال؟ انا يمكن ده حصل معايا في الاخر يعني خلاص اخر 3 4 سنين ما كنتش بلعب في النادي الاهلي باستمرار، او يمكن ما كنتش بشارك. فبدا التفكير يمكن نادي الزمالك طبعا شرف لاي حد انه يكون موجود في النادي الاهلي او نادي الزمالك. شوفوا اللذاذة. لا دي حقيقه، ده واقع، احنا بنتكلم طبعاً على اكبر ناديين موجودين في الوطن يعني في افريقيا، فما ينفعش نقلل من حد او نهمش من تاريخ حد خالص. نادي الاهلي نادي كبير جدا بجماهيره وبتاريخه وبانجازاته، نادي الزمالك نادي كبير بتاريخه وبجماهيره وبانجازاته وبلاعيبه، يعني الفرقتين كبار جدا جدا، ما ينفعش نقلل من حد خالص، ده ما ينفعش يعني. لكن الفكره كلها في لعيب بيبقى مرتبط بالنادي، انا كنت مرتبط بالنادي الاهلي جدا، كان صعب عليا جدا ان انا اقدر اسيب النادي الاهلي والعب في اي حته تانية. ده انتماء اصله ملوش علاقه يعني، عادي مفروض مشروع حبي الحاجه المكان انت فيه طبعا بالظبط، فبيبقى صعب جدا انك يعني زي ما قلت وباكد انه شرف لاي حد انه يكون موجود في النادي الاهلي او نادي الزمالك، لكن كان بالنسبه لي كان صعب جدا اسيب النادي الاهلي واروح العب في اي حته تانية حتى لو كان نادي الزمالك. تشربوا حاجه سيد. تعالى فين، هات الشاي هات الحاجه. هو السؤال اللي جاي، مين المدرب اللي كان بيستفز فيكو روح المنافسه يعني، او يعني مين المدرب او مين المدرب اللي كنت بتحب دايما انك تلعب وهو يبقى هو المايسترو بتاعك، هو اللي بيوجهك اكتر، مدرب ارتحت له كده يعني؟ اتنين مدربين عشان اكون صريح يعني، في كابتن حسن بحبه جدا، ما اعرفش كام منهم ولا لا، بحبه بعشقه انا هقولهم بقى. في كابتن حسن شحاته. أيوة. ده على مدار يعني يمكن لحسن حظ ان كابتن حسن شحاته هو اللي دربني في منتخب الناشئين لمنتخب الشباب المنتخب الاول. الاهلي والزمالكاوي اهلاوي طبعا. المنتخب الاول اتعلمت معاه حاجات كثيره جدا جدا جدا، وكان عنده من الخبره ومن يعني كابتن حسن لعيب كوره، والمدرب لما يكون لعيب كرة بيفهم اللعيب يقدر يتعامل معاه. هل ده ضروري ان المدرب لما او مش ضروري قصدي يبقى افضل انه كان يبقى لعيب كرة ويدرب فاهم فكر اللعيب فاهم شخصيه اللعيب يقدر يتعامل معاه ازاي؟ وفي النادي الاهلي مستر مانو جوزيه، مستر مانو جوزيه من الشخصيات الذكيه جدا 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 واللي عندها ازاي يقدر يخرج منك احسن حاجه، يعني عارف اللعيب ده في لعيب لو زعقت له يكش مثلا يتوتر تماما وما تاخدش منه حاجه خالص، وفي لعيب تاني لا لازم تزعق له عشان يبقى فايق ويبقى مركز، يقدر يستفزك بمعنى اصح. يعني انا كان حصل معايا مشكله قبل كده قبل ماتش الاهلي والزمالك في قبل نهائي دوري ابطال افريقيا، والطبيعي جدا ان انا هو عايز يعاقبني، عقابه ليا كان ايه؟ ان انت هتلعب 90 دقيقه مش هتخرج من الملعب حتى لو وحش، واستحمل شتيمه الجمهور ليك عشان يستفزني يخرج مني احسن حاجه عندي. يمكن حصل وجبت جون من احسن الجون اللي انا جبتها. انت لما بتنزل احنا بنزقطت كنا يعني كنا يعني انا كنت بلعب على طول اساسا. ايوه بقى ونزل اهو. يعني هي الفكره الذكاء في المعامله. مثلا كنا بنلعب الصفاقسي في تونس نهائي وانا بلعب اساسي ما بقعدش احتياطي خالص، ومستر مانو جوزيه ليه فكر في دماغه علشان يمتص اللعيب يعني يمتصني ان هو قعدني احتياطي وياخد مني احسن حاجه، قال لي عماد انا عايز الشوط الاولاني يخلص 0-0 وهلعب بثلاثه في نص الملعب وهلعب بفلافيو ابو تريكه، وانت اللي هتنزل في الشوط الثاني اعمل حسابك هتنزل في الشوط الثاني وهنكسب المباراه في اخرها. اهلني نفسيا ان انا قاعد احتياطي وفي نفس الوقت مش متضايق خالص. لان بيبقى صعب جدا ان انت تكون بتلعب اساسي تبقى قاعد بره مره واحده مره واحده يسحبك. ده نهائي افريقيا اي لعيب بيتمنى ان يكون موجود فيه، لكن خلاني قاعد على الدكه مبسوط وفي الاخر كسبنا المباراه. فبيبقى ذكاء من المدرب ان هو يقدر يتعامل مع اللعيب وبالذات اللعيبه الكبار كمان. يعني المدرب الخبره بتاعته بتيجي لما يعني بتبان لما يكون عنده لعيب كبير سواء هيلعبه او مش هيلعبه يعرف يتعامل معاه. معامله مهمه جدا جدا. كابتن حازم من لا يمكن الموقف ده حصل لنا كمان في نهائي افريقيا، كنا بنلعب فاينل افريقيا اول ماتش كان في المغرب وانا بلعب برضو اساسي، فجينا بنلعب في المغرب راح مستر كابرال نزل قعد معايا
وقال لي احنا هنلعب ثلاثه في نص الملعب ثلاث ديفندرات ثابتين، احنا كنا بنلعب اثنين وانا بلعب بلاي ميكر يعني. فقال لي احنا الماتش ده ماتش مش صعب تلعب فيه يعني، الدنيا طينه كتير وميه كتير وهنلعب ندافع كتير، هنلعب 5-3-2 3 ديفندرات وخمس سيرد باكات او ثلاث سيرد باكات في الملعب، فيعني هتبقى جنبي. وراح منزل في الجرايد، انا فاكر قاعد يقول لي، انا فاكر قبليها يعني في المؤتمر الصحفي بيسالوه حازم هيلعب ولا لا، قال لهم حازم زي المايسترو حاجه كده، مش ده الملعب بتاعه، حازم لازم يبقى حته حلوه عشان يلعب فيها حاجه كويسه يعني، عارف ايه مدني البرستيج بتاعي يعني. وما لعبتش الماتش وقعدت احتياطي وما نزلتش خالص، نزلت بقى الماتش الثاني اللي كان في مصر وكسبنا 1-0 وخدنا البطوله الحمد لله. بس ده يعني قصدي التعامل ازاي بيبقى تامر عبد الحميد على ما اطلع يعني، تامر حميد ده بيقول وكسبنا بطوله افريقيا كده، كان يمكن اخر بطوله خدناها. فبيبقى ساعات المدرب بيعرف يتعامل ازاي، في ناس مدربين يحبوا التصادم، يقول لك ده لعيب كبير طب انا هقعده ويعمل اللي يعمل. طب وده لمصلحه ما هي دي بقى المشكله، بيبقى في ناس مخها صغير شويه، ودي للاسف شديد، لان اللعيب مهما كبر وعنده كام سنه 27-28 ده صغير يعني، في عرف الحياه صغير دماغه لسه مش برضه مش بنفس دماغك انت اللي عندك 50-60 سنه. فبتضايق جدا لما الاقي مدرب بينزل دماغه لدماغ لعيب كوره، لان اللعيب في الاخر هو صغير في السن عايز يلعب، عنده حاجات، لكن انت الكبير المفروض تحتويه يعني. وبعدين كابتن حازم مش عايز اقطع، لو واحد كبر شويه بقى يفكر في الناس دي يعني. المدرب مدرب هو في حته لوحده يعني، ما ينفعش مدرب يحط نفسه في مقارنه مع لعيب خالص. لا طبعا بالظبط، في مدربين يغيروا من اللعيبه. في في مدربين لا يا راجل والله لا، دي حقيقه. ليه عشان يحصل ايه يعني؟ لا دي حقيقه، في مدرب ان اللعيب واخد الجمهور بيحبه يعني، او عنده شخصيه، او ممكن يبقى أو عايز يطلع لعيب مكانك يبين ان هو عمل لعيب جديد زي بالزبط. عماد ولا زي حازم. دي بقى دي مشكله انا ما اعرفهاش حقيقه يعني. مشكله يعني مثلا من الناس اللي انا كنت اما اشوفهم اطمن كابتن جوهري الله يرحمه. ما لسه كده بقى حبيبي بقى. يمكن عماد كان صغير، قعدت صغير 10 سنين. اوه ده حاجه مش طبيعيه يعني، كان راجل عظيم جدا جدا. وبعدين اكتر واحد شفته في حياتي بيحب الكوره وبيحب شغلته. كابتن جوهري في البيت بيتفرج على ماتشات، عندنا في المعسكر ماتشات، حياته انه احنا نسافر مثلا عندنا معسكر في اسكندريه واحنا في الاوتوبيس شغل ماتش يعني، مثلا في مدربين كتير واحنا رايحين مثلا اسكندريه ولا اسماعيليه حط مسرحيه نتفرج عليها في الاوتوبيس، حط فيلم يرفع كده عنكم شويه. مفيش الحاجات دي، ماتشات كوره على طول. لا ماتش الفرقه اللي هنلعبها بتلعب فنتفرج عليها، لا احنا واحنا بنلعب عشان نشوف نفسنا بنلعب ازاي، لا فرقه مثلا جايب برازيل والارجنتين ماتش حلو نتفرج عليه، حياته كلها كوره طول ما هو قاعد في البيت. وتعامله مع اللعيبه بقى، ما هو بقى ما بقول حاجه ده يعني. انا هقول لك موقف مثلا، جيت انا مره كنت انا ساعتها محترف وجايين نلعب ماتش هنا مع النرويج تقريبا في مصر، ماتش ودي يعني. فجيت انا الساعه 12 كده ولا الساعه، تعبان جدا وبردان جدا ومش يعني جالي برد جامد. فعب ستار راح رايح للكابتن جوهري في الاوضه قال له حازم بيترعش وتعبان وبكره الماتش. فكابتن جوهري دخل قال لي انت ايه نظامك؟ قلت له انا يعني كويس ان شاء الله ممكن اخد غيابك كويس. قال لي طب تعالى. راح واخدني في الكوريدور بتاع الاوتيل قال لي اجري. قلت له اجري. قال لي اجري. فقعدت اجري، يقول لي نط، اعمل جامب وانزل اجري واعمل. فكابتن حس يعني بقول لك ايه، مش اللي هو مثلا ايه طب نام وروح وبتاع. هو عايز يشوف كل حاجه في ساعتها ويحدد في ساعتها ويعمل كل حاجه في ساعتها، وما يسيبش ديتيل يعني تفصيله صغيره لمساعد. معاه مساعدين ومعاه كل حاجه، بس هو لازم يبقى شاف بعينه عارف حازم هيعمل ايه. فقال لي لا انت صعب تلعب بكره، صعب يعني، خد القرار من بالليل خلاص. خلاص تاكد. وانا في ايطاليا اول ما رجعت من ايطاليا، ايطاليا دي ساعتها في 1996 دي كانت اقوى حاجه في العالم يعني، زي هوليوود مثلا بالنسبه لكم كده، اللي هي حاجه مش طبيعيه. فلما رحت ايطاليا دي بالنسبه لحاجه كانت كبيره جدا يعني. فاول تجمع لينا في منتخب مصر، فانا راجع بقى من ايطاليا راجع من الحاجه الكبيره يعني. فراح واخدني في اوضته وراح مجيب لي ورقه وقلم وقال لي اكتب لي التمارين بتتمرنوا ازاي. قلت له قال لي اكتب لي بتتمرنوا ازاي، عايز اعرف تتمرنوا ازاي، الناس دي بتفكر ازاي، الناس دي بتتمرن ازاي، مدرب الاجوان ده بيعمل ايه مع الاجوان، المدرب في المدرب كان ساعتها بقى في مصر مفيش حاجه اسمها مدرب احمال والحاجات دي، كانتش لسه 96 97 الحاجات دي كانت موجوده عندنا يعني. قلت له في حد اسمه هناك بيسموه البروف يعني، اللي هو بتاع الاحمال ده، هو اللي بيعمل كل الجري، المدير الفني ملوش دعوه خالص بالجري، بيبقى واقف هو شايف بس ما بيتدخلش، بتاع الاحمد ده هو اللي بيعمل كل حاجه. الكوره بنلعب مثلا طريقه 3-4-3 بنلعب ازاي، بنضغط ازاي، التمارين عامله ازاي. عمال اكتب له مش مصدق ان كابتن جوهري مستني انا مني ان انا اقول له التمرين عامل ازاي، بس هو دؤوب برضه عايز يعرف كل حاجه بره، عايز يعرف كل حاجه بره، مبسوط ان حد عنده. كان عظيم. لا لا مش طبيعي يعني. انا اتعاملت مع مدربين كتير جدا في مصر مفيش حد عنده بيقعدش يعني، في ناس بتكويسه طبعا كل حاجه، بس ايه بيعمل التمرين وخلاص،
لا ده تمرين وبعد التمرين وقبل التمرين ويشوفك عملت ايه ويكلمك في البيت لما تروح عملت اللي انا قلت لك عليه ويكلمك. طب انا اقول لك معلش انا هرغي شويه في موضوع كابتن جوهر. لا اتفضل اتفضل. كابتن جوهر اول واحد طلعني في نادي الزمالك فيرست تيم، بس قبل ما يطلعني نادي الزمالك فيرست تيم انا كان عندي 17 سنه، فقال لي لازم تروح الجيم كل يوم الصبح الساعه 9 الصبح. قلت له حاضر. طبعا كنت هقول له حاضر يعني كنت عندي صغير. فروحت الجيم 9 الصبح 8 الصبح. انا ساكن في المهندسين جنب النادي يعني، هو ساكن في مصر الجديده يا كابتن جوهر. فروحت الجيم فلقيته واقف مستنيني انا حازم اللي اساسا في ناس في النادي ما تعرفنيش لسه. تخيل يعني واقف مع كابتن عمر مطراوي قاعد في الجيم مستنيني ان انا اروح التمرين وانا لسه عيل صغير ما حدش يعني في ناس كتير في نادي ما يعرفونيش لسه. ايوه بس ممكن يكون عنده بس هو شايف هو شايف هو شايف هو شايف عيل صغير جاي له من مصر الجديده للمهندسين 9 الصبح لوحده يتمرن حسن امام اللي هو نكره يعني عشان يبقى مركز معاه ويلعب على ايه وهتلعب دي والاحمال وهو يبص الوزن لوحده. فبص تفصيله صغيره بس طبعا. هو اكتر واحد شفته في حياتي بيحب شغله بصراحه الله يرحمه يعني. اصله كمان انا بشوف انه الـ 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 الكيرنج والحنيه بتاعه المدرب دي مهمه علشان يحتضن اللعيب. يعني كلوب ده اللي هو في ليفربول بشوف طريقته مع الفريق بتاعه ولما بيخرج اللعيب بعد ما بيخلص شغله وبياخده في حضنه كانه ابنه محتضنه يعني. في الاخر هو المدرب هو صاحب القرار طبعا. يعني هو في الاخر يقدر يقعدني على الدكه ويقدر يلعبني ومش مطالب ان يقول لي حاجه بس هبقى متضايق وممكن يقعدني على الدكه او يلعبني وانا مبسوط. على فكره دي بتفرق 180 درجه صح. انا ممكن اموت نفسي في الملعب طبعا انا ده الاساس بتاعي ان انا عشان خاطر ان انا ابقى كويس وعشان خاطر النادي وعشان خاطر المدرب يعني انا اوقات مع كابتن حسن شحاته ما كنتش بجيب اجوان علشان الناس ما تنتقدش كابتن حسن كنت بقى المجهود ممكن يبقى مضاعف اضعاف علشان ما حدش يتكلم كلمه على كابتن حسن شحاته. جميل. فده على فكره والله المدرب ممكن يخلي اللعيب يخرج من اللعيب احسن مليون مره من اللي عنده. جميل جميل. بتفرق مدرب المدرب. انا عندي اسئله كتير بس لازم نطلع فاصل ونرجع وهقول لكم بقى عندي كام سؤال. دايما اعملي انت فاصل وانا اسال يعني انت بقى نطلع فاصل ده بس احنا هنا بتلعب كوره وانت عارفه انا لعيب قديم طبعا امال والله ادور على الماتش ده وانزله لك فعلى كل السوشيال ميديا. طب اقول لك حاجه انا دخلت جوه. طب انا فاكر حاجه انت الشورت بتاعك كان واسع عليك. هقول لك بس ايه بعد الفاصل انا اللي طلعت. ورجعت بالفاصل عشان هو خد الفاصل اللي قبله. هو الاستاذ شريف منير. الاستاذ شريف احمد محمد منير. اسمه قلت اسمه غلط اصلا كمان قلت اسمه هو غلط احمد محمد منير يا نهار اسود يعني بس هي الفكره بس عشان ايه طيب خدت الفاصل طيب. زمان طبعا والاطفال صغيرين بيبقوا دايما الاهالي كده اللي هو ايه مش هتطلع مثلا زي كذا انا نفسي اشوفك زي كذا انت تطلع زي ابن خالتك كده مش عارف ايه المقارنه. في الـ في التنافس ده في التنافس وهم صغيرين كان حد من الاهل يعني بيقارنك بحد او بيقول لك انا عايز اشوفك زي حد؟ لا على طول يعني كانت دعوه يعني امي بتقولها لي طول الوقت يا رب اشوفك في احسن حال واحسن صحه يعني بتاخد الموضوع بشكل عام. يمكن انا ظروفي كمان مختلفه لان انا والدي توفى وانا عندي حوالي 6 سنين او 7 سنين وبعد كده جيت عشت هنا وانا عندي 12 سنه فما يمكن ما عشتش كتير مع امي واخواتي في الشرقيه انا بالبيس اصلا فكان اهل الكرم شكرا والله الشرقوه يعني يمكن مشهورين مشهورين بالقصه دي فالموضوع بالنسبه لي لا انا نفسي اشوفك ناجح في شغلك ونفسي اشوفك بتحقق اللي انت بتحلم بيه وبتتمناه ده كان على طول دعاها ليا ويمكن الحمد لله ربنا كرمني هو من الاول خالص موضوع الكوره ده ما كانش فيه اي اعتراض عليه مثلا او حاجه اللي هو لا انا مش عايزك تطلع دكتور عايزك لا خالص ما كانش فيه اعتراض كان الفكره كلها ليها علاقه بس ان الكوره ما تاثرش على الدراسه فلا يعني الفكره كلها ان الكوره تبقى في يوم الخميس والجمعه زي ما الناس كان زمان عارفين يمكن انا لعبت في نادي بالبيس وانا صغير انا واخويا وائل وكملنا لكن انا كملت بقى في الكوره وهو ما كملش انا كملت انضميت للنادي الاهلي وانا عندي 12 سنه في الاختبارات فكملت. وكابتن حازم؟ لا انا يمكن مامتي تحديدا يعني دايما تتحط على الحته دي فينا يعني انا واخويا ان اخويا برضه كان لعيب كوره زمان يعني فكانت لازم تكسبه تطلع الاول
كان زمان بيبقى في النادي في دورات رمضان وكده كنا، فانت هنا لازم ارجع لها بكاس، لو ما رجعتش كاس تبقى حاجه مشكله يعني، لا اما هداف لا اما احسن لعيب لا اما اللي هو رقم واحد يعني. تدعيم ده بيبقى كويس جدا. هي كانت الحته دي عندها لما مثلا اطلع الثاني او نقص مثلا تقول لي ليه هو الاول احسن منك في ايه، دايما عندها هي حتى في التعليم يعني روح المنافسه في الاول اما يعني زمان كنت بذاكر اكتر وانا صغير يعني، فاطلع الثالث تطلع الرابع بتاع الفصل ده قوي تقول لي يعني الاول احسن منك في ايه ما زيك وقاعد معاك وبتاع. فهي دايما كان على طول عايزاني اكون رقم واحد في اي مكان يعني، عايزاني دايما اكون احسن واحد في الحته اللي انا فيها، في الكوره بقى في التعليم زمان الكوره لما لعبت دلوقتي لما قاعد بتكلم في اي حاجه يعني. حاولت لازم الكوره برضو كان من ضمن الحاجات اللي كانت موافقه عليها ولا ما قالتش مثلا حاجه للاعلام او كده؟ كانت خايفه طبعا ان هي دكتوره وتعليم والحاجات بالزبط. دي ازاي بقى اذا كان باباك كان لعيب كوره زي ما هي بقى ما كانش حد توقع ان انا همشي يعني، دايما الواد اللعيبه ما بيبقوش لعيبه يعني بتبقى العمليه يعني صعبه شويه. ففي الاول طبعا كان اهم حاجه التعليم، لما رحت الزمالك كان عندي 14 سنه ابتديت العب بجد بقى، ابتديت اتمرن كل يوم فابتديت تقلق يعني، كنت بس الصدر الاول بلعب زي ما عماد بيقول خميس وجمعه. لكن لما رحت الزمالك كل يوم تمرين يعني، خلصت مدرسه اطلع على نادي الزمالك اتمرن وارجع بقى بالليل اذاكر، فكان الموضوع ده قلقها شويه. وكان لك اكيد بترجع تعبان طبعا مهدود من التمرين، فهي مش عارفه برضو انت هتكمل في الكوره دي ولا مجرد بس ماتر اوف تايم وفي الاخر تفشل في الاثنين، فهي كان دي اللي قلقها شويه. لما لقيت نفسي بقى ان انا بروح منتخب شباب وماشي كويس فخلاص ابتديت ايه، كانت الاول اصلها رقم واحد لازم ابقى الاول في الفصل والحاجات والفول مارش وبتاع، كانت صعبه عليا جدا جدا يعني الحاجات دي، فابتديت بقى ايه يعني دماغها تنزل شويه تلين شويه في انه مش لازم يزود يعني، المهم ده ايه تجيب حاجه كويسه وبعدين في الاخر بقى تنجح وبعدين بقى تنجح من تاني سنه مش مشكله. بس الكوره كانت هي الاساس. لما بقيت العب بقى طبعا ما هي بقى حست خلاص، انا سافرت وانا عندي 20 سنه ايطاليا فكنت لسه في الجامعه. فخلاص هي ابتدت تعرف بقى ان الموضوع يعني صعب ان انت تخش كبروفيشنال في الكوره وتنجح في التعليم بشكل يعني مش هينفع الاثنين يعني، لازم متفوق جدا في تاخد الشهاده يعني. لازم تاخد لازم تحافظ يعني. على ده تحافظ على الشهاده وتحافظ على 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 شغلك. ده كلام من الكباتن الكبار للبيوت وللشباب اللي بيلعبوا في النوادي، لازم تنظم وقتك، لازم تحافظ على دراستك بشكل قوي جدا وتبقى محافظ على تمريناتك علشان تعمل حاجه، فلازم ما تخليش حاجه تضغى على التانية يعني، ظبط نفسك. طبعا بقول لكم الكلام ده كنت بلعب مزيكا ما كنتش بذاكر، محدش يذاكر يا جماعه لعب مزيكا بلعب كوره. بابي كان عامل سؤال قبل كده اللي هو بتقولوا ايه لبعض في الملعب، انا برضو عايز اسال السؤال ده بقى عشان انا ايه بشوفه في الستيشن اكشولي، مش في الحاجات العاديه يعني مش في الماتشات، انه مثلا ايه يبقى بتلعبوا الماتش او حاجه وحد يعمل حركه عشان ياخد بنالتي اللي هي تمثيل مثلا او حاجه، دي بتحصل فعلا وحد فيكم عملها ولا؟ لا هي بتحصل، هو بتحصل، بس انا بالنسبه لي في فرق بين ان انا اخد ضرب الجزاء وفيها شك يعني، لا مدافع زقني فبيبقى القرار، لا هي بتبقى حركه معموله مقصوده ان يعني في الستيشن بتتعمل، فاكيد في الحقيقه ممكن ازود في الحركه يعني. أيوة. هي الزقه ما تكونش تستدعي الوقعه دي، بس انا ازود في الوقعه. لكن ان انا ما حدش لمسني خالص وقع، لا انا ما بحبش ده وما مش يعني برجحش ان اللعيبه تفكر تعمل ده، لان ده يعتبر غش. لا ده يعتبر غش. انا عايز بس اقول لك على حاجه، انا شفت على الفيسبوك مره كان في تمرين ازاي تصنع ازاي تصنع فاول، بتبقى بس هو الفكره انك تقع كمان عشان ما تعورش، وانت لازم تتعلم تقع علشان ما تعورش، تقع ازاي عشان ما تعورش، في ده طبيعي انك انت وانت بتلعب لازم تتعلم تقع ازاي عشان ما تعورش، انما انك تتعلم ازاي تعمل فولت، انك تعمل غلطه عشان تكسب بيها، الحاجات دي زمان كان في ناس بتعملها كتير، بس زمان ما كانش في ماتشات، ما كانش في تحليل، ما كانش في سوشيال ميديا، فكان الموضوع كان في فار فكان بيعمل الحاجه دي ياخدها وخلاص والناس بتنام يعني ما حدش بيتكلم في الموضوع فبتمشي معاه فبيشتغل. دلوقتي لما بتحصل هيكشف شكل وحش، شكل وحش مش فير بلاي، شكلك غشاش، شكلك مش لذيذ وهتتروق يعني في كل حته، واللي بيدخل الكره بالهيد جوه الجول وبيعملها بايده هتلاقي الموضوع طبعا مثلا كنت بلعب كوره بتحصل، مارادونا اشهر واحد عملها يعني عايز اسال بقى في الحته دي الضمير يعني انت قمت عامل كده ومتعملها بايدك مدخلها في الجول ودخل الجول واتكسب فرحان وبيجري، انت هتبقى جوه نفسك
يعني شايف ان ده نصر كاسب يعني كاسب. لا في ناس بتاخدها كده، في ناس بتاخدها كده، كاس العالم في ناس بتاخدها كده، لكن ده عمره ما كان حاجه مثلا كان في بينالتي او في هاندبول بره 18 وانت شايف انك فعلا لا ده ما كانش المفروض يتحسب، في حد حصل له انه قال لا لا الحقيقه ما في؟ كابتن علي خليل الله ربنا يمسيه بالخير في نادي الزمالك جاب جون ومن بره الشبكه كانت مخرومه فدخلت كوره جوه الشبكه الحكم حسبها وهو اللي راح قال له لا الكوره مش جون دي امانه بس دي هي الوحيده اللي حصلت في مصر يعني ما اعتقد تير هنري بان قبل كده عمل العكس دخل الكوره بايده وطلع وراح كاس عالم وايرلندا طلعت بره يعني هو خدها بايده بقول لك حصل حاجه زي كده بس عمل العكس. طب انا عايز حاجه تانية ان كل واحد من الكباتن يقول للجمهور العكسي يعني كابتن حازم يكلم جمهور الاهلي، كابتن عماد يكلم جمهور الزمالك والله اللي هم حابينه هتقبله يعني لا يعني افتكر لا هتقبله لو هي فكره المسجز دي الدايركت دي يعني خليها طيب خليها للجمهور للجمهور عموما يعني لا يعني انا بشوف الكوره عامه الواحد لازم دايما بقول نستمتع بالكوره زي ما بنحب كده نتفرج على ماتشات مثلا ليفربول دلوقتي الناس بتستمتع بالكوره بتحب تتفرج على ماتشات ليفربول وبعد الماتش الموضوع بينتهي خد الكوره استمتاع هي اساسا متعه يعني انا بلعب وانا بلعب مستمتع ان انا بلعب رايح اتمرن وانا فرحان رايح العب ماتش وانا فرحان اول ما المتعه راحت من عندي ما بقتش احس ان انا قادر ابقى كويس والجمهور ما بقاش متقبل متعتي اللي الكوره خلاص انا بطلت فيعني هي الموضوع كله في الاخر هي لعبه بنحبها بنلعبها بنتفرج عليها بنشجع الحاجه اللي بنحبها بس خليها بس ما تبقاش هي يعني تبقى جزء في حياتك مهم بس مش هي كل حياتك اللي بتبني عليها حياتك كلها وتخش في خناقات ومعارك وشتيمه والناس اللي بتنفعل لان الموضوع في الاخر لان الموضوع في الاخر حاجه بتحبها استمتع بيها انا ده كان في استمتع بالحاجه اللي بتحبها من غير ما مش ممكن تحب حاجه تدخلها في مشاكل وخناق وشتيمه يعني الحاجات دي في جزء منها طبعا موجود بس يعني انا كنت دايما وانا بتفرج على ماتشات وانا بروح زمان قبل ما العب كوره كنت عصبي جدا واروح الماتشات اقعد ازعق وبتاع بس هي اول ما الواحد بيخلص ماتش خلاص يعني الموضوع بيخلص بالنسبه لي اقعد مع اصحابي نتكلم على الماتش بينالتي الكوره وخلاص وخلصنا وهلعب الماتش الجاي فخلي دايما الكوره للامتاع والاستمتاع وليس للعصبيه والتعصب والكره يعني يعني لا عشان هي احنا بنلعب كان اول حاجه بنبص عليها وبنركز فيها لما بنوصل الاستاد الجمهور عامل ازاي في الملعب صح جمهور عادل قد ايه ما تحرموناش من ده ما خلاص انا بطلت وكابتن حازم بطل الناس اللي بتلعب ما تحرموش اللعيبه منكم انتوا الاساس في الكوره الجمهور هو اللي بيعمل شكل الكوره هو اللي بيحبب بيخلي الكوره ممتعه ما عنديش مشكله انك تشجع فريقك بكل الطرق بس شجع فريقك بس مالكش دخل بالمنافس ولا بالجمهور المنافس خليك مركز مع فريقك شجعه واديله ثقه بالظبط اقف معاه طول ال 90 دقيقه اقف معاه حتى لو الفرقه في اسوء حالتها لان في الاخر الكره للمتعه صحيح الناس تستمتع مش الناس تبقى بتتخانق مع بعض او الناس بتعمل مشاكل بينها وبين بعض خلي المنظومه كلها تكتمل ان احنا نروح الاستاد يبقى الاستاد مش خايفين في 60000 و70000 والناس مستمتعه مش دلوقتي احنا بنقول لا 100 و200 و500 وصاحب الارض هو اللي لا لا ده بالعكس يبقى في جمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك ونفسي قريب اشوف ماتش بين الاهلي والزمالك في استاد القاهره ب 70000 و80000 الملعب مقسوم نصين زي ما كنا بنلعب زمان نفسي ده يحصل نفسي ده يرجع تاني مش هيرجع غير بالجمهور وبسلوك الجمهور فاتمنى الفتره الجايه تبقى كده ماتش الكوره والملعب والجمهور عندنا شبه المسرح احنا ما ينفعش نقف على الستيج او على خشبه المسرح نعرض للكراسي مش هيبقى فيه متعه صح لانه الجمهور اللي قاعد في الصاله لما بتقول الافيه الحلو اللي بيضحكك بتسقف اللعيب برضو عايز يسمع تسقيف في ودنه علشان بيديله دفعه وبعدين هقول لكم على حاجه تانية اهلي وزمالك واي فريق تاني لما بيبقى فيه منتخب مصر بيبقوا كلهم في فريق واحد فانت لما بتاذي فرقه والتاني بيأذي الفرقة التانية انت بتأذي منتخب مصر لان دول بيبقوا حبايب في الاخر وبيبقوا اصحاب في الاخر عايزين منافسة شريفة عايزين الجمهور يرجع تاني يلعلع في الاستاد عايزين نبقى سعداء بالكرة اللي بنلعبها ما تدوش فرصة لحد ولا للسوشيال ميديا توقع بينكم صدقوني دي فتنة اتمنى ان انتوا تتغلبوا عليها ولو حصل كده هتبقى انتوا عديتوا من احلى حاجة او من اصعب حاجة كنا بنتمنى ان هي تخلص على خير. سمعنا مزيكا. اسمعكم مزيكا.
هسمعكم مزيكا ونصور السيلفي وما كنتش عايز الحلقه تخلص. ولا انا بشكر كابتن عماد متعب، بشكر كابتن حازم امام. شكرا جزيلا، نورتونا جدا جدا. الى المزيكا، يلا سمعنا. ثانك يو جوديث، هايله هايله، احسن من اللي عملته قبل كده. انا قفلت الاغنيه وحش قوي بس معلش، الشغل عالي. يلا بينا نتصور شغل كبير. نورتونا وكانت حلقه جميله، حلقه جميله ولذيذه. انا عايز اتعلم الحاجات دي، صعبه قوي. وانا عايز اتعلم الحاجات دي. نورتونا جدا. ميرسي ميرسي. جد ناخد السيلفي بتاعنا؟ يلا بينا. هتاخدي انت السيلفي؟ طبعا. اوكي يلا. يا بختي. يا بختي انا. لا ده شرف لينا، شرفتونا وانستونا. وشفتوا الحلقه، التنافس لازم يكون شريف،
ما يكونش فيه تعصب، الحياة بسيطة، احنا كلنا واحد. صح. بين الأهلي والزمالك محتارة والله. أشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. أنا وبنتي. باي باي. باي. شريف غني عالتعريف وانا اسمى يا ناس، لا بنت شريف، ودخلنا بقى في فرض القرارات والسيطره مع حب التخويف. انا بابا يا بنت واديني زعلت، سوري يا حبيبتي يا ما استحملت، بتدوس لي على الوتر الحساس علشان تكسب جوله وخلاص. الموضوع بينا ده اكبر من مشكله في اسامي، ده صراع داير من عصر رحيل رمسيس الثاني. الموضوع بينا ده أكبر من مشكلة في أسامي، ده صراع داير من عصر رحيل رمسيس الثاني. ما هو أي جيل في فرق سنين بينهم هتلاقي دايما عاملين ناهر ونقيل. طبعا عارفين هنحلها فين أنا وبنتي.